تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. حقيقة تقدم لكم هذه الهيئة هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. نطرح في هذا البرنامج مختلف الموضوعات الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع. فأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، ومن الإخراج معنا الأستاذ عيسى سبيل. فكل الأمنيات لكم بحلقة مميزة. طبعا مستمعينا، في البداية وبمناسبة انطلاق معرض الإمارات للوظائف 2016 في مركز دبي التجاري العالمي ومشاركة هيئة الصحة بدبي في هذا المعرض بمنصة مميزة، يسعدنا يعني أن نطرح عليكم أعزائي المستمعين مسابقتنا اليومية اللي بديناها من يومين، واليوم هو اليوم الثالث والأخير لسؤالنا اليوم على هامش هذا المعرض. جائزة المسابقة هي 1000 درهم لصاحب الإجابة الصحيحة، واللي بتختار القرعة الإلكترونية من خلال مع نهاية الحلقة. طبعا سؤالنا اليوم يقول: ما هو عدد طلبات التوظيف التي استقبلتها هيئة الصحة بدبي خلال اليومين الماضيين فقط من المعرض؟ هل 500 طلب، هل 700 طلب، ولا 1000 طلب؟ كم عدد طلبات التوظيف اللي استقبلتها الهيئة خلال اليومين اللي طافوا؟ 500 700 ولا 1000؟ وجائزتنا نحن 1000 درهم. زين، فارسلوا لنا الإجابة الصحيحة على رقم 4006 عن طريق الاسمس 4006. طبعا اللي حاب يتداخل معانا في المواضيع اللي بنطرحها اليوم ممكن انه يتصل فينا على رقم 600-551-414. مثل ما عودناكم دائما هذه جولتنا الاخباريه في بدايه هذه الحلقه وفي مستهل برنامجنا. اول اخبارنا يقول: القطامي حريصون على رفع مستوى الاداء المؤسسي. أكد معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي أن الهيئة لن تدخر جهدا في سبيل رفع مستوى الأداء المؤسسي بما فيه الأداء المرتبط بكفاءة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وجميع الوحدات التنظيمية، التي أشار إلى أنها ستشهد مرحلة مغايرة يستطيع فيها كل مسؤول ومختص تحديد مؤشرات أدائه ذاتيا وبشكل يومي وفق متطلبات التطوير ومقتضياته في ضوء الأهداف العامة للهيئة. وجاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها الهيئة أمس ولمدة 3 أيام لتمكين مسؤوليها وموظفيها من أدوات قياس الأداء ومؤشرات التقييم الأكثر تطورا عالميا. وأوضح معالي القطامي أهمية تحديد المسؤوليات والأدوار لدعم توجيهات أو توجهات هيئة الصحة بدبي، منوها بضرورة أن تتوافق مؤشرات تقييم الأداء مع المرئيات الخاصة لكل وحدة،
وفي إطار نشاطها وتخصصها مع ربط الحوافز بمستوى الأداء والنتائج المترتبة على الجهود المبذولة. وقال إن الهيئة مقبلة على بناء نظام مؤسسي فاعل يقوم على حزمة من المؤشرات القابلة للقياس والتقييم، مؤكدا ثقة الهيئة في مسؤوليها وموظفيها المخلصين والمتفانين في عملهم وإدراكها لدورهم المهم وحرصهم على رفع مستوى الخدمات الصحية وتقديم ما يفوق توقعات المتعاملين ويحقق رضاهم وسعادتهم. واختتم القطامي حديثه لمدير القطاعات التنفيذية لمديري القطاعات التنفيذية والإدارات والمستشفيات بقوله إنه لشرف أن يكون كل موظف في الهيئة مسؤولا عن الوصول إلى تطلعات مدينة دبي العالمية في نظام صحي من الطراز الأول. وبالفعل يعني أنت تتحدث عن أنك موظف يسعى إلى تطوير المنظومة الصحية في واحدة من أرقى وأجمل وأروع مدن العالم وأكثرها تقدما هي مدينة دبي، فما أروع أنك تساهم في عملية نهضة هذه المدينة. عموما بدأت تأتينا الإجابات، في منها إجابات صحيحة وإجابات خاطئة. نعيد عليكم السؤال: كم عدد الطلبات التي حصلت عليها هيئة الصحة في دبي خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف؟ كم طلب التحاق؟ هل هو 500 700 ولا 1000؟ جائزتنا 1000 درهم. يمكنكم إرسال الإجابات على رقم 4006. يقول لك النعناع زين، إذاعة نور دبي ما تقدر تحط أغاني صح؟ أي. فيقول لك النعناع يجدد خلايا الدم ويمنع الغثيان وأوجاع المعدة. ما في أغنية أحيانا في الفن يكون يعني ما أبغى أقول هابط بس ما يكون هادف، فما أدري ليش قريت هالخبر وتذكرت هاي الأغنية. هي عن النعناع كانت. عموما يشير خبراء التغذية إلى أن النعناع يجدد خلايا الدم ويمنع الغثيان وأوجاع المعدة والمغص والحموضة ويمتص الغازات ويخدر ويدر ويفيد في النقرس والحكة والبواسير. عيسى كلم عزيز خليه يبلي شاي نعناع. وأوضح الخبراء أن مغلي النعناع إذا ما وضع معه السكر كان شرابا قاطعا لأنواع من الصداع، ضعف البصر، وألام الرأس، وينقي الصدر من البلغم، ويسكن وجع الأسنان إذا مضغت أوراقه الخضراء، وله مفعول مضاد للتشنج. زين، وإذا ما خرط شرابه مع العسل والخل، عسل وخل، المهم فإنه يمنع الغثيان والديدان ويسكن أوجاع الأسنان ويقوي القلب. أحس شيء هذا مثل فيها قافية، زين، الغثيان والديدان ويسكن أوجاع الأسنان ويقوي القلب. وينبغي أن يجفف في الظل وليس في الشمس لتبقى قوته العطرية. طبعا يستعمل النعناع البلدي كمهدئ لهياج الأعصاب ويريح الأحشاء من الغازات ويفيد فيه علاج الربو والسعال ويسهل التنفس ويدر البول ويسكن المغص الكلوي وألام الحيض، ويستعمل كغرغرة للأسنان ولعلاج التهاب الثدي بالنسبة للمرضعات. إذن هذه كلها فوائد النعناع. طبعا حاولت أني أنا أختصر لكم إياها من خلال هذا الخبر. طبعا ما ننسى نذكركم بتوجه إلى مراكز التبرع بالدم أو مركز التبرع بالدم المتواجد في هيئة الصحة بدبي في حرم مستشفى لطيفة للمساهمة في حملة كون الأول في التبرع بالدم، والتي يروج لها عالميا نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، والتي لها أصداء يعني محلية وعالمية واسعة. فنتمنى منكم المشاركة، لأن دائما ما نقول أن ليس هنالك عمل إنساني أرقى
وأجمل وأكثر بهجة من أنك أنت تقدم دمك لشخص أنت ما تعرفه. منو اللي ممكن يستفيد من هذا الدم اللي أنت ممكن تتبرع فيه؟ ف يعني نتمنى منكم المشاركة، اللي ما تبرع نتمنى أنه يشارك في هذه الحملة. على طاري التبرع بالدم، في جهاز جديد لتحليل الدم واللعاب عبر الهاتف، يعني في شركة اسمها سان دييغو قامت باختراع جهاز كيو اللي يعد ابتكار جديد وتقدم مثل في مجال تحليل الدم، حيث أنه يتيح لمستخدمي تحليل الدم واللعاب مع عرض النتاج على شاشة الهاتف الذكي. كما يمكن لمقتني كيو مراقبة الالتهابات ومعدلات التستيرون ومستويات الفيتامين دال، وأيضا في خاصية تسمح للأنثى بالتعرف على مستوى خصوبتها. في هذا الجهاز يقول لك، ويعمل الجهاز عن طريق وحدة تلعب دور استقبال عينة اللعاب أو الدم أو مسحة من الأنف، ومن ثم توضع على هذه الوحدة في مكان مخصص ليفحص الجهاز العينة قبل إرسالها إلى التطبيق عبر الهاتف الذكي. ويحتوي الجهاز على مجموعة من الشرائط التي تستخدم لمرة واحدة، مثل شرائط السكري، فحص السكري. زين، طبعا هذه الشرائط اللي تستخدم مرة واحدة، علما أنه يمكن طلب كمية إضافية منها. طبعا كيو يمتاز بأنه غني بأجهزة استشعار وإلكترونيات متقدمة، بما في ذلك تقنيات لاسلكية حديثة وشحن استقرائي وبلوتوث متطور لسرعة التواصل بين الجوال وبينه. وأيضا هو مصمم للحمل إلى أي مكان، مما يتيح للمستخدم المرونة القصوى في انتقاء مكان وزمن الفحص لتتبع الحالة الصحية. يعني ليش قريت لكم هذا الخبر؟ لأن أبغى أقول لكم العلم وين متوجه في المجال الصحي. يعني رايحين إن شاء الله على مواضيع مستقبلية، يعني الواحد اللي يبحث في مستقبل الرعاية الصحية ومستقبل التقنيات في المجال الصحي، يعني راح ينذهل حقيقة في هذا المجال. لأن في أشياء كثيرة حتى أنا يعني شفتها على أرض الواقع في أكثر من دولة. جماعة الخير، الموضوع يعني عالمي مش بسيط، موضوع فيه ثورة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية. خلونا نطلع فاصل مستمعينا، وبعد الفاصل ما نرجع لكم، بس خلونا نذكركم بسؤال الحلقة اليوم. كم عدد الطلبات التي استقبلتها هيئة الصحة في أول يومين لها من خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2016؟ هل هي 15 طلب، 500، 700 ولا 1000 طلب؟ وجائزتنا هي 1000 درهم مقدمة من هيئة الصحة. هذا هو السؤال الأخير على هامش هذا المعرض، فنتمنى منكم المشاركة. وبدت عندنا تينا إجابات كثيرة صحيحة، فاصل وما يرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعاتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا مستمعينا نذكركم بسؤال مسابقتنا اليوم اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي على هامش مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2016. سؤال يقول، كم عدد الطلبات التي استقبلتها الهيئة خلال اليومين السابقين في المعرض؟ 500 ولا 1000؟ أو نسيت أنا كم عطيتكم خيارات، نسيت 500، 700 ولا 1000؟ طيب ما نلغي خيار، 500 ولا 1000؟ زين جي؟ يقول، استقبلت هيئة الصحة بدبي خلال اليومين الماضيين من مشاركتها بفعاليات معرض الإمارات للوظائف 2016، عم بقول الجواب أنا، أنتوا حاطيني هاي المقدمة، يلا يستاهلون، 1000 طلب وظيفة.
طبعا أجريت الهيئة أكثر من 100 مقابلة فورية لطالبي التوظيف من مواطني الدولة. تمت الموافقة المبدئية على تعيين 40 مرشح منهم. طبعا أنا أبغي أخذ تفاصيل هذه المشاركة وتفاصيل هذه الأشياء من خلال ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله بالعومة رئيس قسم التخطيط والتوظيف. عبد الله كيف حالك؟ خير ربي يعافيك أخوي محمود. الله يعافيك. وحال خير عليك وعلى جميع المستمعين. يا أخي صوتك إذاعي أستاذ عبد الله. لازم أخليك تتقدم البرنامج معنا. أخوي عبد الله يعني ما بين الأشياء اللي سويتها يعني 1000 مقابلة فورية لطالبي التوظيف من مواطني الدولة. تمت الموافقة على 40 مرشح منهم، يعني almost أنت تتكلم على نسبة كبيرة وافقتوا على هذا. أنت تتكلم عن أول يوم. هذا أول يوم بس. ثاني يوم هي نعم ثاني يوم وفي ثالث يوم، يعني حتى اليوم عندنا مقابلات مع إدارة المختبرات الساعة 12 بتكون موجودة، وفي مقابلات مع الصيدلة، ممتاز، وفي مقابلات مع التغذية. فهالإدارات كلها ongoing مقابلات والأوفر نفس الوقت تكون موجودة. زين المعرض يعني اللهم لك الحمد فيه إقبال متزايد من المواطنين على جناح الهيئة مثل ما أنت تقول، يعني أنا أعطيتهم إحصائيات اليوم الأول. أنت يعني أتمنى الأول اليوم الأول ونص اليوم الثاني الإحصائيات يعني. ممتاز، أعطني إحصائيات اليومين اللي طافوا. اليوم اللي طافوا طبعا مثل ما عندك اللي هو 1008 مع 40 هم توصل تقريبا 53 مقابلة استوت. 53 مقابلة استوت، من بينهم في مقابلات اليوم بتكون موجودة ongoing اللي على طول مع الأوفرز مع الإدارة. ترى عندك مقابلات مبدئية مقابلات نهائية. المقابلات المبدئية الناس اللي توافقت عليهم حولوا على المقابلات النهائية مع مدراء الإدارات. جميل. اللي هم التمرير من الصيدلة من المختبرات من التغذية، التخصصات تعرف انت هاي نحن نحتاج فيها مواطنين، والحمد لله اقبال متزايد على هالتخصصات وعلى الوظائف عندنا نحن بالذات في الصحة. جميل عبد الله، بس انا سامحني بقاطعك قاطعك ان شاء الله بالخير، لان عندي وايد اجابات تيني على المسجات من غير ذكر الاسم الثلاثي. نبغيكم تحطون الاجابه والاسم الثلاثي لو سمحتوا يا جماعه الخير. اللي يجاوب على السؤال كم عدد الطلبات تو عبد الله بعد جاوب على السؤال مالنا، لان لين الحين يطرشون اجابات غلط. زين لين باكر انا اقول لكم الاجابات انا بغششهم اياها. زين انت غششتهم وخلصت. عموما كم عدد الطلبات اللي استقبلتها هيئه الصحه في دبي خلال اليومين السابقين من خلال مشاركتها في معرض الامارات للوظائف 2016؟ هل هي 500 ولا 1000؟ عبد الله اهدى شوي، اهدى الله يخليك ان شاء الله. ما نعطيهم على اخر اللقاء ان شاء الله. انا عاده دائما في 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 ختام الحلقه يعني اعطيهم فرصه ان يجاوبون الاجابه، شلت لهم اختيار طبعا. هل هي 500 ولا 1000؟ وطبعا الجائزه هي 1000 درهم مقدمه من هيئه الصحه بدبي على هامش هذه المشاركة الفاعلة حقيقة. عبد الله 25% من المتقدمين من طالبي الوظائف الطبية المساندة هم يعني يحملون شهادات البكالوريوس. نعم. وأكثر صح؟ نعم. زين طيب خبرني الحين منو اللي يتقدم أكثر، الذكور ولا النساء؟ والله النسبة الأكبر كانت الإناث طبعا. ليش الإناث طبعا نسبتهم أكبر في هذا؟ والله انت روحك عارف يعني نحن عندنا التخصصات هذه اغلبيه النساء اللي هم يدرسون هالتخصصات من ناحيه الصيدله ومن ناحيه شو يسمون الصيدله او اللي يسمون التغذيه، فاغلب حتى التمريض بعد. التمريض عبد الله اهتمام اكبر ب ب ب باستقطاب مثل نعم هناك في برامج طبعا شغاله عليها هيئه الصحه من ناحيه ربطها بعد باستراتيجيه الهيئه من ناحيه التمريض، ان كيف نقدر نطور التمريض ونخليه يعني يكون اكثر للمواطنين استقطاب المواطنين لفئه او مهنه التمريض. فان شاء الله هالامور كلها شغاله وبنطرحها ان شاء الله في الايام او الاشهر القادمه باذن الله ان شاء الله. جميل. استاذ عبد الله يعني اذا ما نتكلم عن مشاركه الهيئه في هذه السنه، كيف تقيمونها اليوم اخر يوم؟ شو تقييمكم لهذه المشاركة؟ زايد إنه يعني من خلال يعني مطالعتي للرسالة اللي جت على برنامج البث المباشر، كان في يعني معظم الإخوان كانوا يتكلمون على إن المعرض ما قاعد يؤدي
الوظيفة الرئيسية من خلال مشاركة الدوائر في هذا المجال أن مجرد شو ويعرضون هذه الوظائف فقط أن يعني أن هم شاركوا وأن هم يدعمون التوطين، لكن ما في استقطاب فعلي للمواطنين. أنت تذكر لي يعني ما بين 100 مقابلة سويتوها قبلتوا 40 شخص من خلال المعرض، أنا أعتقد وغيرها من الدوائر طبعا تقوم بـ 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 بنفس الـ 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 نعم في أغلبية الدوائر الثانية نفس الشيء تسوي، ولكن نحن غير كي اللي يثبت أن نحن ياسين شغالين على التوظيف أن المقابلات اليوم اللي بتتحدد أن حتى الموظف يستلم الأوفر ماله، مو بس أن نحن خلاص قبلناك وفي مقابلات ثانية، نحن اليوم بنوزع الأوفرات على اللي توافقوا عليهم. جميل جميل جدا. نحن هذا الشيء يثبت أن هيئة الصحة مو بس ياسة تقابل فقط، لا نحن نعطي أوفرات في مقابلات الساعة واحدة بتكون سكايبي، يعني الموظف نفسه اللي مقدم على الطلب بنتصل فيه بنقول له افتح السكايبي مالك، مدير الإدارة بيقابلك الحين وانت وين ما تكون، في البيت أو تباتين تم الستاند الهيئة ونسوي لك السكايبي انترفيو عادي، لأن تعرف أنت بعض المدراء الإدارات بإداراتهم صحيح، فنحن ما نقدر نذكرهم كلهم يجون عندنا، فنحن نسوي لهم السكايبي. ليش؟ نحن قد ما نقدر نتطور حسب توجيهات الشيخ محمد بن راشد أن نكون بمدينة ذكية، فنحن دائما نحاول قد ما نقدر نكون نستغل الوسائل التواصل ووسائل الذكية. نعم. في وأقدر أخلي حتى الموظف وهو في بيته أسوي المقابلة سكايبي. يا سلام يا سلام عليكم، يعني أكثر من شيء شو تبغون مستمعينا، يعني ممكن تسوي المقابلة الوظيفية الخاصة فيك. فأيضا عبد الله من بين الأشياء إذا ما نتكلم عن أن هيئة الصحة بيئة جاذبة للتوظيف، شو ممكن أقول في هذا المجال؟ شو العوامل أو الأسباب اللي ممكن تجعل الانضمام لهيئة الصحة بدبي واحدة من الخيارات اللي يبحث عنها الباحث عن العمل؟ كفاية أن شعار الهيئة للمجتمع أكثر صحة وسعادة. يعني نحن قد ما نقدر يعني أي واحد فيه روح حب أن يكون بلده أو مكان له فيه مكان صحي أو بيئة صحية، يعني تعرف أن الموظفين يقولون نحن داومنا لأن نحن نخدم بلدنا نخليه مكان أحسن، مكان صحي أو مكان جاذب للسكن فيه. جميل. ما بالك أنت هيئة الصحة في دبي قد ما تقدر تحاول تخلي بيئة دبي صحية. طيب هذا من الناحية المعنوية، هذه من الناحية المعنوية اللي للأمانة يعني واحدة من أهم الأسباب، لكن من الجوانب أو المميزات اللي ممكن يحصل عليها الموظف أثناء التحاقه بهيئة الصحة. الأشياء اللي هي عندك أنت أمور التأمين الصحي للموظف نفسه ولعياله ولأمه وأبوه، عندك حتى الأشياء الثانية للخدمات مثلا غير تمس، عندك تذاكر، عندك الدورات التدريبية اللي تطرحها، المنح الدراسية اللي تقدمها للوظائف التمريضية وللدكاترة والفئة الطب المساند، المنح اللي توفرها هي منح كبيرة. صحيح. طيب وأيضا هنالك مستقبل وظيفي أو مسار وظيفي واضح للموظفين، وأيضا يعني اليوم حتى كذلك كنت قاعد أقرأ في بداية البرنامج يعني تصريح معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير العام لهيئة الصحة في دبي عن رفع مستوى الأداء المؤسسي، وأيضا يعني آخر كلمة قالها أن الشرف أن يكون كل موظف في هيئة الصحة مسؤول عن الوصول إلى تطلعات مدينة دبي العالمية في نظام صحي من الطراز الأول. يعني ممكن نقول للأشخاص الباحثين عن العمل واللي حابين ينخرطون في المجال الصحي أو الطبي التوجه إلى منصة هيئة الصحة بدبي اليوم. نعم. اليوم آخر يوم صح؟ نعم اليوم آخر يوم. نعم. للساعة كم موجودين عبد الله؟ نحن موجودين للساعة 6 في حالة تمديد يمكن نكون للساعة 8 إذا كانت في طلبات زيادة صح؟ نعم هي نعم. إنزين فنقول لهم للساعة 6 يعني أساس أن يكون الموضوع قانوني شوية. إنزين فموجودين في منصة هيئة الصحة بدبي قاعة. نعم. زعبيل 3. نعم. جناح هيئة الصحة بدبي في مقابلات فورية، والجماعة يقولوا لكم
هلأ هلأ. هلا هلا انزين ونحياكم عبد الله. بس اللي حاب يقدم اونلاين شو اللي ممكن يسويه؟ اللي يقدم اونلاين يدخل على www.dha.gov.ae وفي هناك اللينكات موجوده دايركتلي تودي على قسم التوظيف يقدر يقدم وسهوله الاجراءات يعني. جميل. يعني يعني سهوله اجراءات التعيين عن طريق الاونلاين يعني ما تاخذ عنه حتى دقيقه ونص. ممتاز. أنا طبعا هذا اللقاء آثرت أن يكون يعني خفيف بس عشان أراويكم المرونة في عند الجماعة اللي في إدارة التوظيف عندنا وفي قسم التوظيف كيف قاعدين يتعاملون بأرياحية وبمرونة مع الجمهور. فحبيت بس أطلع هذه الجوانب الشخصية عند أستاذ عبد الله بالعومة رئيس قسم التخطيط والتوظيف. وطبعا يعني عبد الله الجميل فيه دائما يستقبلك بابتسامه جميله جدا من تدخل المكتب عنده فيعطيكم الف عافيه ولا تخافون. احيانا مفتوحه وفالهم طيب. تعرف ليش احيانا انا اقول هالكلام؟ لانه دائما يوم تدخل مقابله مالت التوظيف ولا شيء تحصلهم شيء يعني مكشرين وتحس ان داش امتحان يعني. ف نحن نحاول نخلي الشخص اللي المقابله يكون مرتاح. أيوه. ونشربه ونريحه ونخليه يكيف على المقابلة عقب نبتدي مع الأسئلة. جميل جدا. وطبعا يعني الوظائف متوفرة 400 وظيفة طالحين أنتم في هذه المشاركة ونتمنى في مختلف التخصصات. صحيح في مختلف التخصصات. نتمنى أن يعني نحصل أكبر قدر من المواطنين للالتحاق بمثل هذه الوظائف. يعطيكم ألف عافية عبد الله. الله يعافيك أخوي محمود. مشكورين على مشكور. إذن كان معنا عبد الله الأستاذ عبد الله بالعمر رئيس قسم التخطيط والتوظيف بإدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي. تحدثنا عن مشاركة هيئة الصحة بدبي في معرض التوظيف وأيضا ذكر بالعومة على أن المجال مفتوح قدامكم لين الساعة 6 يعني بعد قدامكم وقت طويل أنكم تزورون جناح حياة الصحة. نطلع فاصل. طيب نطلع فاصل بس قبل الفاصل خلونا نذكركم بسؤال المسابقة. كم عدد الطلبات التي استقبلتها هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف؟ هل هي 500 طلب ولا 1000 طلب؟ وجوائزنا أو جائزتنا هي 1000 درهم على مقدمة من هيئة الصحة بدبي. فيمكنكم إرسال الإجابة على 4006. بعد الفاصل ما أرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. طبعا أضحك لأن عندي قبل الفاصل المخرج يعني يهيئني نفسيا عشان أعطيكم هذه الطاقة الإيجابية في التقديم. طبعا ولا طشة. عموما نحن الفقرة هذه بنتكلم فيها على موضوع الخاص بالطفرات المتلاحقة التي تحققت في مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب. لكن قبل ذلك خلونا نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم. جاهز؟ زين. سؤال حلقتنا اليوم اللي فيها جائزة 1000 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي على هامش مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2016، كم عدد الطلبات التي استقبلتها هيئة الصحة في دبي خلال اليومين السابقين أو اليومين الأولين في المعرض؟ هل هي 500 طلب ولا 1000 طلب؟ يمكنكم إرسال الإجابة على 4006. طبعا قلنا لكم الإجابة مليون مرة، اللي تابع البرنامج يعرف أن قلنا الإجابة أكثر من مرة. مستمعينا، يعد مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب التابع لهيئة الصحة بدبي أحد أهم المراكز الطبية التخصصية الرائدة
على مستوى شو؟ على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام في علاج الأمراض النسائية والعقم ورفع معدلات الإنجاب لدى الراغبين في الاستفادة من خدمات المركز الذي يطبق أفضل البروتوكولات والممارسات العلاجية في مجال الإخصاب. طبعا معانا عبر الهاتف الدكتور وائل مدكور اختصاصي في مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب. حياك الله معانا دكتور. أهلا صباح الفل. والله من زمان ما شفناك. أهلا وسهلا. الله يسعدك يا دكتور. دكتور يعني ما نتكلم عن المركز بشكل عام، يا ترى ما هي أهم الخدمات التي تقدم من خلال المركز وكيفية يعني التواصل أو التوجه لهذا المركز؟ مركز دبي الإخصاب هو مركز يقدم الخدمة الخاصة بالصحة، أساساً صحة المرأة وبالخصوص الصحة الإنجابية. من اسمه، هو اسمه مركز دبي الإخصاب للأمراض النسائية، مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب. يعني هو غير يعني يشمل الناحية الصحية للمرأة وكمان الصحة الإنجابية ليها. لكن في عموم الأمر معظم المرضى اللي هم بيترددوا على المركز بيكون شكواهم الأساسية تأخر الإنجاب. يعني لو قلنا ندي نسبة كده 90-95% من المراجعين عندنا بتكون شكواهم الأساسية تأخر الإنجاب. جميل. بالنسبة للخدمات اللي هي بيقدمها المركز في هذا الشأن، احنا عندنا المجال واسع، معظم التقنيات اللي هي موجودة في المراكز العالمية والحديثة بتطبق عندنا في المركز. جميل. ابتداء من تشخيص الحالات، هل هي حالات عقم للزوج ولا الزوجة ولا هو عقم مشترك، بنقدم فحص بالموجات الصوتية، بنقدم التحاليل الطبية المختصة، بنقدم خدمة تنظير، بنقدم خدمة تنشيط الإباضة والمتابعة، بنقدم خدمات تلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب والإخصاب المجهري، الفحص للجينات والكروموزومات للأجنة قبل الزرع، كلها خدمات يعني مواكبة للتطور، وكل ما هو مستحدث بنحاول ان احنا نطبقه ونضيفه الى المجال الخدمة اللي احنا بنقدمها للمجتمع. جميل. دكتور يعني انا بتحدث عن الكثير من الامور الخاصة بهذا المركز، يعني خاصة ان المركز حصل مؤخرا على الاعتماد الدولي الكندي، وانتم عندكم ايضا معدلات الاخصاب يعني رفعتوها الى 57% وهي الأعلى عالميا من خلال هذا المركز. بس اسمح لي أخذ هذه المداخلة، ما أدري إذا كانت معنية بنفس الموضوع أو موضوع آخر. ألو ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك ويا ليت تختصر لي قدر الإمكان. الله يجزاك خير. الله يحفظك. أول شيء أقول لك الله يجزاك خير على البرنامج الطيب، برنامجك وايد طيب، أنا متابعين القناة. تعرف عليك بس ما عرفنا اسمك. ابو خليفه. ويا ابو خليفه، امرني ابو خليفه. ما يمر الاقبال الشيخ، في بعض المصلين يجون على المساجد يكون فيهم زكام ولا يكون فيهم انفلونزا، فهلا يعدون المصلين اللي وياهم. عرفت الرسول عليه الصلاه والسلام نهانا اذا كلنا واكلين بصل او ثوم نهانا عن الروض المسجد لان الريحه تاذي المصلين. صحيح. فما بالك اذا كان واحد مريض في زكام في الامور هذه. حتى انا والله مره واحده سالت الشيخ قال لي لا، يعني هذول اللي فيهم المرض يعني يتحللون من صلاة المسجد، يصلون في الجوتر ولما يتعافون يجون المسجد حياهم الله. جميل. حبيت أنوع على الجماعة والشباب اللي يروحون المسجد، خاصة الجماعة الآسيويين اللي ما عندهم الثقافة العالية بالأمور الدين. زين، جزاك الله خير خليفة. وأنا بعد باخذ صح أن الدكتور اللي عندنا دكتور وائل هو اختصاصي في مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب، أنا باخذ رأيه بعد في هذا الموضوع، لكن دكتور وائل
معك فهمت. أنت سمعت هذه المداخلة دكتور. أنا عندي وجهة نظر بسيطة فيها، يعني بغض النظر عن الفتوى في الدينية في هذا الموضوع، أنا ما أبغي أتكلم عن هذا الموضوع، أنا بتكلم عن المسألة الخاصة بإجراءات الوقاية التي يجب دائما أن نتبعها نحن في مثل هذه الحالات. تتفضل أنت تقولها ولا أنا أقولها؟ طبعا الأخ الكريم يعني وجهة نظره محترمة جدا وتؤخذ في الاعتبار. المفروض إن هو مبادئ الصحة العامة إحنا بنطبقها في حياتنا اليومية، بنهتم جدا بموضوع غسل اليدين دكتور، وغسل اليدين بانتظام وقبل الأكل وبعد الأكل، وحتى إحنا كأطباء وممرضين اللي في يعني في الجانب الطبي قبل ما بنكشف على مريض وبعد ما بنكشف عليه بنستخدم الوسائل الحديثة لوقاية من انتشار العدوى زي الماسكات والجوانتيات والجاونز المخصوصة. فيعني أي مكان بيكون فيه زحام أو كونتاكت ويكون فيه شخص مريض يعني أفضل إن هو لو كان مرضه شديد وظاهر إن هو طبعا يتجنب الأماكن المزدحمة عشان ما يعدي الناس، ما تطورش وهو كمان ما يعديش الآخرين. صحيح. ما نبغي نسب وايد دكتور، نطلع برا على الموضوع الرئيسي اللي نحن نتكلم عنه، بس إن جزاك الله خير إن تطرقت إلى مسائل كيفية النظافة وضرورة غسل اليدين، وأيضا الواحد يحاول إن هو يقي نفسه. ففي كل الأحوال جزاه الله خير مستمعنا الكريم أن طرح هذا الموضوع، موضوع جميل جدا وجزاه الله خير. طيب دكتور، الآن أنا ذكرت يعني قبل الاتصال أن 57% هي معدلات الإخصاب ارتفعت، وطبعا هذه النسبة هي الأعلى عالميا. هو معظم المراكز بتتراوح بين 40-50%. احنا والحمد لله في مركز الإخصاب آخر إحصائيات بنتكلم بوجه عام بدون تحديد الفئة العمرية وصلنا، وكمان بدون تحديد التقنية لأن طبعا بتختلف الناس، وصلنا في حدود 57%. لو استثنينا الفئة العمرية اللي هي فوق 40 وركزنا على الأقل من 40 سنة بتزيد النسبة. لو خدنا طريقة الإخصاب نفسها أطفال الأنابيب غير الإخصاب المجهري، الأطفال الأنابيب وصل لحوالي 65%، الإخصاب المجهري معدية 51%. فهي لما بتاخد المتوسط بتاعها توصل ل 57% شامل كل هذه الفئات. دكتور أنا بس عيسى إذا 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 تشوف لي اسم الفائز بعد دقيقتين الله يخليك بالمسابقة. دكتور يعني في تقنية جديدة أنتم تستخدمونها في هذا المجال، هي ما أدري إذا بنطقها بنطق سليم ولا لا، إمبريو جلو. إمبريو جلو مظبوط. هذه التقنية يعني ساهمت بشكل أو بآخر في تعزيز يعني نجاح النتائج. ياليت تخبرنا عن هذه التقنية وشو هي بالضبط. هي تقنية نسبيا حديثة وإحنا ابتدينا نستخدمها في مركز دبي الأخصاب من أواخر 2014 أو أوائل 2015 إلى الآن. طبعا هي فكرتها ان احنا بنستخدم مادة بيكون فيها انزيمات ومواد مغذية للجنين تساعده في عملية الانقسام والزرع داخل الرحم وتسهل عليه عملية الزرع نفسها بدون دخول في تفاصيل اسامي المواد ديت لان ما هتهم الجمهور قوي، لكن هي فكرتها الأساسية إن هو تزود فرصة زرع الجنين في جدار الرحم، لأن أنت لما بترجعه في الرحم ده مش معناها مجرد كده إن أنت رجعته إن هو حصل الحمل، لازم الجنين يزرع نفسه في الجدار عشان يبتدي يطلع هرمون الحمل عشان نقول إن في حمل. طبعا المادة ديت أو الإمبريو جلو ده عشان هي
نسبيا حديثة ولسه عليها التجارب على مستوى العالم، يعني ما خدتش أعداد كبيرة، فليها شروط دايما لما بيكون الحاجة في أول استعمالها واستخدامها بنطبقها على حالات معينة. الحالات دي بتشمل الناس اللي هم يعني فوق سن 35 أو إن هم يكون عندهم تجارب سابقة في العلاج بأطفال الأنابيب وتقنيات أطفال الأنابيب المختلفة وتكون فشلت، يكون عندهم عقم مركب أو عقم غير مفسر، فبنضطر نلجأ لهذه التقنية. إحنا من ساعة ما ابتدينا نستخدمها إلى الآن العدد وصل في حدود 82 حالة، كان متوسط أعمارهم في حدود 34 سنة، وكان متوسط عدد محاولات السابقة من العلاج كان تقدر تقول 4 حالات متوسط، يعني 3.7 يعني 3.7 تقريبا 4 حالات، نجح منهم 36 حالة حمله، دي نسبة 44% في ناس اللي هم المفروض ان هم متكرر فيهم الفشل. لكن برضو الواحد حذر في ان هو يعمم النتائج، لان الرقم 82 عدد ما هواش كبير عشان اقدر ان انا اعمم النتيجة وبقى عندي اريحية واقول ان هو فعلا بيقدر يأثر ويغير في النتائج. جميل. على المستوى العام. جميل. لكن كبداية طبعا نتيجة يعني دكتور أنا عندي تقريبا أقل من 5 دقائق، باخذ هذه المداخلة على موضوعنا اليوم على السريع في 30 ثانية، يا ليت تعطيني السؤال بالتحديد. ألو، السلام عليكم. يا هلا، تفضل. الله يحيبه. الله يسلمك. طويل العمر، بغينا نسأل دكتور يعني السن المناسب للريال والسن المناسب حق التلقيح هذا يعني حق الحرمة. جميل. دكتور عندك أسئلة للمستمع؟ هو بيسأل على السن المناسب للزوج والزوجة للعلاج. جميل. نعم. طبعا هو كل ما يكون العمر لسه صغير نسبيا بيكون النتائج أفضل. وكل ما يكون الزوجين بيطلبوا المساعدة الطبية يعني بعد فترة معقولة من الزواج، الحياة الزوجية المنتظمة وما بيصيرش بعدها حمل، كل ما يكون كم الفترة المعقولة دكتور؟ يعني سنة سنتين ثلاثة؟ يعني من سنة إلى سنتين. هو جرى العرف أنه هو نقول أن الزوجين عندهم مشكلة بعد مرور سنتين، لكن طبعا يعني ما حدش بيقدر يصبر على السنتين، فدلوقتي الناس بتبتدي تتحرك وتتصرف. صحيح. بعد سنة. صحيح. طبعا كل ما يكون سن الزوجة صغير يعني العشرينات ولغاية بداية الثلاثينات مناسب. جميل. كل ما هتكون فرصة الحمل أعلى. صحيح. كل ما يتأخر العمر، وده وارد طبعا لأنه احنا دلوقتي العصر اللي احنا عايشين فيه البنات بتتعلم بتفوت تروح الجامعة بتشتغل، الأزواج نفس الشيء، الذكور كل واحد بيبقى مهتم بكاريره الأول ووظيفته ويحقق ذاته، فده بيؤدي إلى تأخر سن الزواج. طيب دكتور دكتور في 30 ثانية كلمة أخيرة تبغي توجهها للمستمعين في هذا الإطار، وأنا كانت عندي وايد محاور كان مفروض أتطرق لها لكن ضيق الوقت للأسف. أنا بقول للمستمعين الكرام في دبي والإمارات عموما واللي إذا كان بيسمعونا خارج الدولة، إن هو مركز دبي الإخصاب حقق طفرة وبحصوله على الاعتماد الدولي مركز في الشرق الأوسط، فاحنا عنوان الكواليتي واحنا عنوان التراست. يعني لو عندكم مشكلة خاصة بتأخر الإنجاب تقدروا تتواصلوا معنا، وعن طريق الأرقام التليفونات الخاصة بالمركز وعن طريق الويب سايت بتاع دائرة الصحة، وبنرد على إيميلات، نقدر نقدم لكم الخدمات في الوقت المناسب، وطبعا بالتنافسية عالية
جميل. الأسعار تقريبا تتراوح ما بين 12 و 25%، يعني أفضل. والله إحنا عاملين حزم للعلاج. جميل جميل. أنا هذه الحزم بتطرق لها دكتور في لقاء ثاني، أنا لازم أجيبك عندي الاستوديو نقعد ونسولف دكتور. جزاك الله خير دكتور وائل مدكور، اختصاصي في مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. أنا معنا عبر الهاتف وتحدثنا عن الطفرات المتلاحقة في مركز دبي للأمراض النسائية. مستمعينا طبعا نحن من 5 دقائق وقفنا استقبال هذا الإجابات على السؤال اللي كان كم عدد الطلبات التي استقبلتها هيئة الصحة في دبي من خلال مشاركتها في معرض الوظائف، معرض الإمارة الوظائف. الإجابة السليمة هي 1000 درهم. وطبعا الفائزة منو؟ عيد لي الاسم مرة ثانية عيسى. الإجابة الصحيحة 1000 درهم. لا، هي الإجابة صحيحة 1000 والجائزة 1000 درهم. طيب الفائزة فاطمة بنت السيد أحمد الهاشمي، 1000 مبروك للأخت فاطمة بنت السيد أحمد الهاشمي. بيتصلون فيك من التنسيق إن شاء الله وبيخبرونك كيفية استلام الجائزة. إذن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. في الختام لا نملك إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لكم بداية، وكل الشكر لمخرجنا عيسى سبيل، وفي التنسيق كانت معنا الأخت أشواق مسعد، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.